السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله غنعطيكم طريقتي في تحضير اللحم بالبرقوق، طريقة اللي هي جد سهلة ونتيجة كتجي هائلة. إن شاء الله تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، فاحنا كنحتاجو اللحم ديال الغنمي، خديت انا هنايا، ممكن تاخدو اللحم ديال البقري او اللي باغيين نتوما. انا خديت هنا اللحم ديال الغنمي كيف ما قلت، الكميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. عندي هنايا زوج حبات بصلات اللي هما كبارين، قطعتهم هكذا شرائح بالطول. عندي كذلك المعدنوس، ممكن ديروا القزبر والمعدنوس، ممكن تكتفيوا بالمعدنوس او لا القزبر، يعني كيبقى لكم الاختيار. عندي هنايا بالنسبه للتوابل، عندي معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال البابريكا، وعندي راس معلقه ديال القرفه، وراس معلقه ديال الفلفل الاسود الابزار. عندي كذلك هنايا الملح، وعندي زيت الزيتون باش غنطيب. صافي، كيف كتشوفوا هذه هي المقادير، جد سهله وبسيطه. دابا ان شاء الله غنفوتوا طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، كناخذوا واحد الطنجره كنحطوها على النار كتبدا كتسخن شويه، ومن بعد كنحطوا فيها زيت العود، يعني تقريبا واحد 3 د المعالق كبار اللي درت انايا هنايا، ولا اكثر عاد 4 هكذاك. صافي، كندير المرصويات ديال اللحم ديالي، كنخلي اللحم ديالي يتقلى شويه في هذا الزيت، ضروري ما نخليه واحد شويه، عاد كنبدا كنحط عليه باقي المقادير. من بعد ما كنقليو اللحم ديالنا كيف كتشوفوا، غندير نصف الكميه ديال البصله، نخليها تقلى معاه. كندير التوابل ديالي، الملح، من بعد ما كيتقلى عندنا اللحم كنزيدو نصف الكميه اللي بقات ديال البصله من فوق هكذا، كنزيدو كذلك الربيع، وكنرويو بزوج كيسان ديال الماء. دابا غنسد مزيان على الطنجره ديالي وغنخليه يطيب على خاطرو، يعني غياخد معايا تقريبا واحد المده ما بين ساعه حتى ساعه ونص ديال الطياب. الا كنتو كان عندكم الوقت كديروه في طنجره هكذا عاديه، ما كانش عندكم الوقت كديروه في الكوكوط، يعني المذاق كيبقى هو كطيبوه في الساع وصافي، كيكون عندكم جاهز. ومن بعد نفوتو ان شاء الله باش نوريكم طريقه ديال التحضير ديال البرقوق اللي غنزينو به الطبق ديالنا وطريقه التقديم. بالنسبه لطريقه التحضير ديال البرقوق، فانا خديت هنايا البرقوق، يعني كيبقى على حسب عدد الاشخاص اللي غتوجدوا ليهم هذا الطبق. هذا بالنسبه لي انا هذا كافي. وغناخذ شويه من المرقه ديال اللحم، غناخذ هكا شويه من المرقه ديال اللحم وغنديروا عليها من الفوق باش كيتشرب هذاك لاصوص ديالها. طبيعه الحال هذا الشيء اللي درت ماشي كافي، انا غنزيد شويه ديال الماء معاه باش تبقى لي لاصوص على حساب اللحم ديالي. غنزيد شويه ديال الماء، ممكن نزيدو شويه ديال القرفه كذلك، كاين اللي كيدير السكر على حسب الذوق. انا غنزيد شويه ديال الماء وشويه ديال القرفه وغنحطو على النار واحد المده ديال 3 5 دقائق، ماشي بزاف، في الساعه هو كيرطب. صافي، وديك الساعه نفوتو باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كيوجد اللحم ديالنا وكنوجد البرقوق، وسلقت كذلك البيض هنايا، عندي كذلك اللوز من بعد ما سلقته طيبته وقليته في الزيت، وعندي كذلك شويه زنجلان باش غنزين البرقوق ديالي. الوغ اللحم ديالنا من بعد ما كيطيب كيف كتشوفوا، بعد ما كيطيب اللحم ديالنا كيكون على هذا الشكل، هذا كيجي طايب، والمرقه ديالو يعني كتجي واقفه على الزيت ديالها، كيجي لذيذ بزاف. كنحطو كذلك شويه من هاد لاصوص ديالنا.
كيف كتشوفوا من بعد ما كنساليو من التزيين ديال الطبق ديالنا، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف شفتوا يعني ديك الطغميره كتجي واقفه، المرقه ديالو واللحم كيجي طايب مزيان وكيجي حقا لذيذ لذيذ. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.